هذا هي موتور بوكسور دو، بوكسور الثانية، موتور بوكسور دو يعني الثانية، فما البوكسور ان فما بوكسور دو فما بوكسور تروا توا. هذا موتور بوكسور دو، موتور نورمال 2.5 تيربو دي، تيربو تي دي يعني تيربو ديزل ماهوش الكترونيك. نعطيكم فكرة عليها خاطر الشباب اللي يقراو يعني يحبوا يعرفوا ديما حاجات جديدة. هذا صورناه من تالي كي بدا راكب الكهرباء، كأنه راكب الكهرباء من تالي. البارتي هذه ما تبانش في السيارة. عندنا من هنا هذا التيربو، التيربو نتاعو جي لوطو سوتي تيربو. هذا التيربو نتاعو، هذا الالترناتير، هذا بومب اسيستي اللي هي دور ديريكسيون اللي تعاون في ديريكسيون، هذه شارج يعني الالترناتير. هذا التيربو كولكتير شاكمون كولكتير ديميسيون، والتيب هذا اللي هي نتاع الليجير تمشي الليجير نتاع البيئه، وهذا يدير تمشي للريديتير نتاع التيربو، وهذا كيف كيف يدير تمشي للريديتير نتاع التيربو. وهذه الممبران اللي تحل وتسكر في التيربو وقت الاكسيلاراسيون. هذه من هنا عندنا البوات، بوتي نتاع البوات من هنا عندنا فيها، هذا هي كابل كونتور تاعها، هذه لي فيتيس اللي هما، هذه 5 فيتيس، هذه 5 فيتيس هما البارتي هذه. شفتوها تفكر يعني ظهر كلها. شوفوا البارتي الثانية، السلام عليكم. عندنا هذه البارتي من قدام اللي هي فيها الشان، هذه الشان، هذه تحتها الشان، هذه من هنا عندنا بولي الوطنية نتاع الموتور، عندنا هذه البولي نتاع البومب اسيستي، هذه البومب اسيستي، هذه التوندور نتاع البولي كروا نتاعها، هذا السبور موتور، هذه البارتي من قدام اللي هي جهة الشان، هذا البارتي جهة الشان كلها. نجيو تو للجهة اللي هي عندنا الجهة هذه فيها بومب اجيكسيون، فيها لي ديريت نتاع الماء وديريت نتاع التيربو، فيها الريفريجيرون، فيها فيتر الزيت، فيها الانجكتورات يبان من هنا، فيها لي بوجي شوفاج. هاتي هذه الانجكتور، فيها بوجي شوفاج، فيها البومب اجيكسيون، فيها حاجات يعني اللي يشوفهم قدام كلها. فيها لي ديريت نتاع الماء، فيها الدوميرور، الدوميرور هذه من قدام، هذه بارتي الجنب اللي هي نتاع جهة الكومبريكسيون. أنا هذه من تالي كوتي البوات، هذه كوتي البوات فيها شوف يعني فيها البومبا، وحاطينها من تالي تمشي بالكروة، فيها البومبا فيت. أنا بون هذه البومبا فيت اللي قلنا اللي تعطي الهواء للسيرفو، يعني بارتي هذه فيها نومبريال اللي هو ديسكو بلاتو والبيتي اللي هي والبوات داخل ديسكو بلاتو والبيتي داخل، البوات هذه فرشات نتاع نومبرياج هناك فيها كابل. ما أنا هنا وريتكم نومبرياج والفرشات، توا باش نوريها لكم من فوق. الموتور من فوق، الموتور من فوق هذا اش عندنا فيه؟ عندنا فيه اللي هو الكاش سوباب، عندنا فيه ليجير، هذا ليجير نتاع 2.5 هذا ينجم نحى يتنظف، هذا ليجير. هذا معنا ديريت نتاع الماء، وعندنا ديريتات نتاع نتاع التيربو، يعني هذه يعني فكره بسيطه على الـ على الـ على الموتور نتاع البوكسر 2.5 موتور بوكسر 3. هذا موتور بوكسر 3، 3 هو يعني موتور كومون راي، يعني البومب تجي في الاربع كام من تالي، ماهيش في كيما الموديلات العاديه تمشي في الشان، لا عاملين البومب اجيكسيون في الاربع كام من تالي، بومب اجيكسيون كوم راي يعني من جهه بومب اجيكسيون ومن جهه بومب فيت، يعني هذا تور بوكسور 3. يعني من هنا الترموستا كلها في الارير نتاع الكيلاس من جهه البوات، فيها التربو من هنا والتربو نتاعهم فيها كاتاليزر، فيها التربو من هنا، هذا التربو نتاعها هنا التربو صغير معاه كاتاليزور، سورتي نتاع كاتاليزور، من هنا حطوا كومبريسور نتاع كاتاليزور،
كما تكلمنا هنا كولكتور الشاقمون هو من فوق اللي طبعا يكون كتير الكترونيك مقدامش عندنا فيه مقدام عندنا فيه اللي هو الشان بتاعه حديد هضمه البكسور تروا الشان ديستريبيسيون حديد مش بلاستيك كما الاخرين الشان حديد تحت الكاش هذا الشان حديد تحت الكاش هذا فيها الكروا دو كروا فيها كروا تخدم البومب اسيستي فيها كروا تخدم البومب اسيستي وتخدم من البولي بومبستي وبومبستي وراها بومبو تنري هيك من بعد فعلا هذه فما عنده كروا طويله هذه تخدم الالترناتير وتخدم كما تزير وفيها دي توندور تروا توندور دي توندور فيكس واحد يعني متحرك يعني موبيل عندنا هنا البارتي هذه هي المهمه اللي لازم تاخذ عليها فكره بالكدا عندنا في البارتي هذه عندنا فيها شوفوا السيستم اللي عاملينه تعمل عاملين سبيسيال عندنا البومب اسيستي وحاطين في ظهرها البومبو اللي انتم خارجين منها اكس خارجينها من اكس وحاطين فيها البومبو شفتوا يعني بطريقه جهنميه يعني مش يعني اذا يقوش على الموتور عمل البومبو في ظهر البومب اسيستي يعني هون تخدم هاي كروا فرد مره وراهم عملوا الفلتر ويل وعملوا لا اله محمد صلى الله عليه الريفريجيرون وعندهم هنا بحثهم عملوا الديمرير الديمرير يركب عكس الكراهب كله يركب بالبرون بالطول مش من كوتي بوات يركب في البلوك الديمرير نتاعهم يركب في البلوك عندنا ليجير ليجير هذا نتاعهم من تاني هذا ليجير من تاني اي هذا ليجير نشوف ليجير عندنا فيها بومب عندنا فيها البومب امبرياج هذه في البوات من تاني يعني الامبرياج بالبومب بالبوات كما فهمتكم يعني هذه بالنسبه من فوق عندنا الرامب هذه نتاع الانجكتور هذه الرامب نتاع الكسر تروا فيها لونتري واللي فيها السورتي نتاع الاربع انجكتورات وفيها المانو نتاع المازوت اللي كوماندي فيها وفيها جعبه سنترال اللي هي جايه من البومب هذه البومب كما راهي البومب اتش بي هذه نتاع راكبه في الاربع كامل تالي هذا هو الانجكتور الالكترونيك تاعها كاتر انجكتور الكترونيك كاتر انجكتور الكترونيك تمام انا البوجيات جايين ورا الكولكتور هذايا نتاع الماء هذايا كولكتور نتاع الماء هذايا كولكتور يفرق الماء استغفر الله كولكتور نتاع الادميسيون نتاع التيربو وراه البوجيات كولكتور دالميسيون نتاع ال نتاع لونتري نتاع اللي يدخل فيه الجير جاب تيوب نتاع الجير ويدخل يدخل فيه التيوب نتاع التربو اللي هو وراه البوجيات اللي هما اربع بوجيات هذا ما خيط نتاعهم ما يبانوش الا نجم نحي البوجيات وتطلع عليهم الا ما تنحي الكولكتور هذايا ان شاء الله تكون افادتكم العمليه تستنفعوا بها كتلامذه وكناس اللي ما تعرف والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.